للكالتشو الإيطالي يوفنتوس في تونس. والحديث هنا ليس عن رفاق بوفون وبيرلو، بل عن يوفنتوس سوكر سكولز أو أكاديمية يوفي للتكوين، التي سترى النور قريبا في تونس كأول بلد إفريقي وثاني دولة عربية بعد الإمارات المتحدة. سننطلق في برامجنا في القارة الإفريقية من تونس. هذا البلد الذي وجدنا فيه رغبة جدية لتبني هذا المشروع والمساهمة في تطويره، ونتمنى أن تكون الانطلاقة ناجحة ونحن نثق في شركائنا. الثقة ما كانش سهلة، معناتها باش تقنع جمعية كبيرة كما جوفنتوس معناتها باش تجي لتونس. باش نحاولوا معناتها نحطوا الجهود الكل اللي معناتها باش نعملوا في مرحلة أولى معناتها الاستاج هذوما نتاع الصغيرات، وفي مرحلة ثانية إن شاء الله ليزاكاديمي، معناتها فما برنامج كامل عمل معناتها بالاشتراك معاهم حتى في تكوين المدربين التوانسة. حفل الإعلان عن وضع حجر الأساس ليوفنتوس سوكر سكولز في تونس تم خلاله تقديم المشروع بمختلف جوانبه الفنية والتنظيمية من قبل مختلف الأطراف الراعية، وخاصة نادي يوفي والشركة التونسية الراعية للمشروع، الذي يهدف لتكوين الشبان على يد مدربين متخرجين من مركز التكوين في تورينو وفق مناهج كروية خاصة بالسيدة العجوز كما في مختلف أنحاء العالم. سنمنح الفرصة للشبان للعب على شاكلة يوفنتوس خلال أسبوع في عطلة الربيع القادم، وسيشرف عليهم مدربون سيأتون خصيصا من يوفي لتكوينهم وصقل مواهبهم على طريقة مؤسستنا. السيدة العجوز لكرة القدم الإيطالية يوفنتوس تختار تونس كأول بلد إفريقي لبعث مشروع تكوين الشبان يوفنتوس سوكر سكولز. نافع بن عاشور.